الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بأفضل كتاب أنزل، وشرفنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع، دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أخلاقنا الإسلامية وقيمنا الدينية لا بد من الوقوف معها ولا بد من العودة إليها. إنما تتميز الأمم في الحقيقة بالأخلاق وبالقيم. قد تتميز أمة بصناعة، وقد تتميز أمة بتجارة، وقد تتميز أمة بأي شيء آخر، لكن الإسلام أراد لهذه الأمة أن تتميز فوق كل ذلك بأخلاقها وبقيمها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخص بعثته في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومثل هذا الحديث الشاعر عندما قال قديما: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. معركة القيم أيها الإخوة، معركة الأخلاق، معركة ما يعيشه الناس اليوم نتيجة تضارب الثقافات ونتيجة صراعات الحضارات، فتجد كلا يريد أن يعلي من شأن ما يدعو إليه. لكننا نحن المسلمين وإن كنا نمتلك ترسانة قوية جدا 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 من النظريات في مجال الأخلاق والآداب، إلا أن المشكلة للأسف هو في تنزيل هذه الأخلاق على أرض الواقع. أخلاقنا التي نؤمن بها في قرآننا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما نبحث عنها في الواقع نجدها غائبة، بل نجدها أحيانا كأنها منعدمة، حتى إن البعض قد ينقلب عليه الأمر فيرى الحق باطلا والباطل حقا، ويستغرب ممن يريد أن يلتزم بثقافته وبدينه وبشريعته في عصر يظن فيه البعض أن الناس قد نفضوا أيديهم من الدين. أقصد اليوم خلقا ثانيا بالذات، بعد أن تحدثت في الخطبة الماضية عن خلق الصدق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث النظرية، أي ما كان يدعو إليه، ثم من حيث التطبيق ما كان يمارسه، ثم حال أمتنا الإسلامية خاصة اليوم
في تطبيق هذه الأشياء. أقف اليوم مع خلق ثان ولكنه في الحقيقة مقتل من المقاتل التي أصابت البشرية، مقتل من المقاتل التي أصابت البشرية كلها وأصابت المسلمين من بين ما أصابت، وهو خلق كان يتميز به رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الأمة للأسف فرطت فيه. هذا الخلق أيها الإخوة هو خلق الأمانة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر هذا الخلق حق قدره، حتى إنه كان لا يكف عن التذكير به، بل كان صلى الله عليه وسلم كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول أو ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. هذه الكلمة يجب أن تحفظ: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. هذه كلمة قال أنس لم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وذكرها، أي كان يريد أن يذكر الناس بهذه القضية، لأنها مسألة أساس، لأنها مسألة تهم كل حياة الإنسان وتهم كل المجالات التي يشتغل فيها الإنسان، وإذا فرطت الأمة فيها فإنها موشكة إلى الزوال، توشك إلى الزوال. حتى تحدث صلى الله عليه وسلم عن الأمانة وعن تضييعها، وعندما سأله أحدهم مستعجلا الساعة: متى الساعة يا رسول الله؟ قال له: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. والسنة في هذا ليست بدعا في الحديث عن هذا الموضوع، بل إن القرآن الكريم مليء بالآيات التي تدعو الناس إلى الحفاظ على الأمانات، وتدعو الناس إلى التمسك بالأمانات، وتختار مجالات مختلفة تحتاج الأمة فيها إلى أن تكون أمينة. عندما يبدأها الله عز وجل في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمانة في جانب من جوانب الحياة، وهو جانب الحكم وجانب التسيير والإدارة. أين من يرعى هذه الأمانة؟ أين من يقدر الأمانة حق قدرها؟ إنك تضع الرجل في مسؤولية من المسؤوليات. وبتعريف بسيط للأمانة، هي الشعور بالمسؤولية، أن تشعر بقيمة ما أوكل إليك من عمل وما تقوم به من عمل، وأن تكون على يقين أنك محاسب على عملك الذي تقوم به. هذا تعريف بسيط للمسؤولية أو للأمانة. أن تشعر الأمانة أن تشعر بقيمة ما وظفت فيه، أي ما جعلك الناس عليه أو ما جعلت نفسك فيه، وأن تكون على يقين من أنك محاسب على العمل الذي تقوم به. هذا هو ما يتحدث عنه الآن من يتحدثون عن تخليق الإدارة، من يتحدثون الآن عن ربط المسؤولية بالمحاسبة. هذه مسألة شرعية قرآنية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، وجاء بالأمر هنا بصيغة يأمر، لم يقل أدوا الأمانات، وإنما قال إن بالتوكيد، إن الله يأمركم. وأمر جميل هنا في هذه الآية: المسلم عندما يؤدي الأمانة كما افترضها الله عز وجل عليه، فهو ليس منطلقا من قانون فقط قد يحاسب عليه وقد يفلت منه، لأن القانون وحده ليس كافيا أبدا. القانون وحده، أقولها، القانون وحده ليس كافيا في تحمل المسؤولية. لماذا؟ لأن الناس لديهم من الحيل ولديهم من الذكاء ما يستطيعون به أن يتحايلوا على القوانين،
وكم من أناس خانوا الأمانات وسرقوا الأموال وفعلوا ما فعلوا وأفلتوا من العقاب، لأنهم إنما كانوا يؤمنون بالقانون، وعندما أدركوا حيلة تمكنهم من تجاوز القانون فإنهم فعلوا ما سولت لهم أنفسهم. أما المؤمن فهو عندما يؤدي الأمانة فلأنه يعلم أن الله عز وجل هو الذي أمره بأداء الأمانة، وهو الذي سيحاسبه إن هو قصر في أداء هذه الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن يكون الحكم عدلا، أن يكون الحاكم عادلا. والحكم ليس بمعناه الخاص في الشأن السياسي فقط، وإنما الحكم بالمعنى العام. أنت في بيتك حاكم، المدير في مدرسته حاكم، الأستاذ في قسمه حاكم، المدير الشركة في شركته حاكم، والوزير في وزارته حاكم، والحاكم في بلده حاكم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام راع، وأي الحاكم، ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لاحظوا هذا الشمول، أي نحن جميعا مسؤولون، نحن جميعا مطالبون بأداء الأمانات إلى أصحابها، مطالبون باحترام الأمانة، هذه الأمانة التي أراد القرآن أن يعبر عن جلالة قدرها وعن مكانتها، فعبر بأسلوب عجز الجبال عن تحملها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، حملها الإنسان، ما أغلظ كتفي هذا الإنسان، حيث إنه استطاع أن يتحمل ما لم تتحمله الجبال. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان فيه شيء من التهور، الإنسان فيه شيء من الرغبة في تحمل المسؤولية التي قد لا يكون معدا لها. إنسان لا يملك مؤهلات، شهاداته العليا ربما جاء بها من الغش والتدليس والتزوير، ثم بعد ذلك عندما يتحدث الناس عن منصب من المناصب تجده يحاول أن يتسلق من أجل أن يصل إلى ذلك المنصب، مع أنه يدرك أنه ليس لديه مؤهلات ذلك المنصب. ولذلك عندنا في شريعتنا لا يجوز للمسلم أن يتقدم إلى مباراة أو أن يتقدم إلى وظيفة إذا لم يكن يدرك يقينا أنه يستطيع القيام بها. وواجب الأمة الإسلامية، أقول هذا إذا أردنا أن نعالج تخلفنا، إذا أردنا أن نعالج الواقع المرير الذي تعيش فيه الأمة. والناس يتساءلون أحيانا، يسألون يقولون: ما حكم من يدفع 1,000,000 سنتيم أو 2,000,000 من أجل أن يتوظف في إدارة أو مؤسسة معينة؟ أنا أقول أيها الإخوة، ما دامت أمتنا تحلم بالوظيفة بهذه الطريقة فلن تتقدم أبدا، ما دامت أمتنا لا تعطي القوس باريها كما يقال، ولا تعين في المكان المناسب الموظف المناسب، فلا تحلم لها بيقظة أو بنهضة أبدا. إنما أمتنا التي نعرف هي الأمة التي تحترم الكفاءات، هي الأمة التي لا يطلب أصحابها المناصب إلا إذا كانوا على يقين من أنهم مؤهلون لأداء تلك الأعمال وللقيام بتلك الوظائف. هكذا علمنا القرآن. جاء أبو ذر الغفاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ الاستعمال
أو طلب العمل هنا ليس بمعنى أنه جاء يطلب وظيفة أن يشغله في السوق أو في تجارة أو فلاحة، لا، الاستعمال هنا بمعنى أن تجعلني واليا على بلد معين. أبو ذر رضوان الله عليه كان رجلا جريئا في الحق، كان رجلا شجاعا، نعم، وكان رجلا تقيا ورعا في تقواه وفي صدعه بالحق قد لا يصله كثير من الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه. النبي عليه السلام لم يكن يحابي أحدا، لم يكن يوظف أحدا بالهاتف، ولا كان يوظف أحدا بالعطاء تحت الطاولة، ولا كان يوظف أحدا لأنه ابن عمه أو ابن خاله، إنما نظر إليه صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر، هو الذي روى الحديث، قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكبي وقال، لا محاباة، قال: يا أبا ذر، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أداها بحقها وأدى ما وجب عليه فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا أبا ذر، بمعنى لو أراد أن يجامله كان بالإمكان أن يقطعه أو أن يعطيه ولاية معينة، أن يعطيه ولاية على 100 من الناس أو على قرية من القرى، وإن كان هو رضي الله عنه ربما كان حلمه أن يكون واليا على البحرين أو على اليمن أو على مصر أو الشام أو العراق، إن كانت العراق لم تفتح آنئذ، لكن المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض له الطلب، رفض له الطلب مع أنه كان يحبه، ورفضه للطلب ليس لطعن فيه، ليس طعنا في أبي ذر أبدا، فأبو ذر كان من أتقى الصحابة ومن أورع الصحابة من الورع رضي الله عنه وأرضاه، ولكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاية أمر سياسي يحتاج إلى حنكة، يحتاج إلى خبرة في السياسة، يحتاج إلى شخصية معينة بسمات معينة، وما كان صلى الله عليه وسلم يعين في الولايات الكبرى إلا من كان صلى الله عليه وسلم يعرف أنه فعلا قد وصل إلى مستوى أن يكون في هذه المسؤولية. فقال له: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، لأنك ستحاسب على كل أعمالك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والذي يتهمه أعداؤه، أعداء الإسلام والشريعة والصحابة والخلفاء، يتهمونه بالمحاباة في الولايات وفي تولية العمال والولاة، كان قد جعل أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وكان قائدا كبيرا وسياسيا محنكا، وكان قد بعث به، كان واليه على الشام، فارتأى رضي الله عنه، أي أبو بكر، أن يغير القيادة، من حقه أن يغير القيادة، فنظر إلى خالد بن الوليد ورأى أن خالدا هذا هو الأصلح لولاية الشام في ذلك الوقت، لأن بلاد الشام والعراق ليست منطقتين عاديتين عبر تاريخ الإسلام، بل قبل الإسلام منطقتان خطيرتان، فكان لذلك يختار لهما من القادة النبغاء والنبهاء والأذكياء حتى يعرفوا طريقة التعامل مع تلك الشعوب. كان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان من أدهى العرب كما هو معروف في دهائه السياسي وفي خططه التي كان يتعامل بها، وقد كان واليا على الشام 30 سنة، وما بلغ الخلفاء عنه شكاية، لأنه كان رضوان الله عليه قمة في الذكاء والسياسة والحكم. فأراد أبو بكر أن يغير الوالي لأنها أمانة، فبعث برسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح مع خالد بن الوليد، يقول له في الرسالة في مضمونها: إننا لا نشك في دينك ولا في خلقك ولا في نزاهتك، ولكن خالدا في هذه المرحلة أصلح لأهل الشام منك، فإذا بلغك كتابي هذا فأطع خالدا واسمع له. فسمع أبو عبيدة ورحب بالفكرة، لأن هذه تربية رسول الله
صلى الله عليه وسلم. مصيبتنا نحن اليوم لو أنك جعلت إنسانا مسؤولا على مسجد، أو لو جعلته مسؤولا على مدرسة، أو لو جعلته مسؤولا حتى على ملعب الحي، لو أردت أن تزيله من المنصب فإنها مصيبة، مصيبة، ويقيم الدنيا ولا يقعدها. أبو عبيدة قرأ الرسالة ولم يشعر بأدنى احتقار، وخاطب خالد في ذلك المجلس فقال له: يا أبا عبيدة، والله في معنى كلامه لا أشك في تدينك ولا في قيمتك ولا في حنكتك وسياستك، وأرجو أن تبقى معي في بلاد الشام حتى أستعين برأيك، لأن له خبرة وهو سابق في حكم هذا البلد. بمعنى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قد ربوا على تحمل المسؤولية، ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم على تحمل الأمانة والقيام بها حق القيام، ولا يطلبها كما جاء في بعض الأحاديث: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا يطلبه. هذا مبدأ أصلي، أي الإنسان عندما تجده حريصا جدا على أن يبلغ المنصب فاحذر منه، لأن حرصه هذا ليس بريئا، لأنه إنما يريد أن يصل إلى المنصب من أجل أن يقضي حاجة لنفسه أو لمن يعرفه. لكن الأصل أن الأمة هي التي تختار من يقوم بهذه المناصب، فتبعث بهذا مسؤولا على جهة، وهذا مسؤولا على مؤسسة، وهذا مسؤولا على صندوق، وهكذا. فعندما تختاره كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن الأمانة، قال: إنك إن أعطيتها أعنت عليها، وإن سألتها وكلت إليها، أي إذا سألت المنصب يكلك الله تعالى إليه. يمكن أن تنجح ويمكن أن تخسر، لكن إذا أعطيتها أي اختارتك الأمة لتكون في ذلك المنصب فإنك ستعان على ذلك، وأول عون هي الأمة التي اختارتك بعد عون الله سبحانه. فالأمة اختارتك عن رضا، فلذلك هي ستعينك، هي لا تضع لك العراقيل أمامك. لكن مع ذلك قال العلماء: لا بأس بطلب الأمانة إذا شعر الإنسان بأنه الأجدر وبأنه الأحق بها. سيدنا يوسف عليه السلام كان يعيش في مصر، عاش سنوات فيها من السجن، بضع سنين، ظلما وعدوانا، عانى من الاضطهاد، عانى من القهر، عانى من أشياء، لكنه أدرك في نفسه قدرة وطاقة على تحمل المسؤولية، لكن لم يأتي بها مجانا، إنما بعد أن وقعت محاسبة، وبعد أن وقع بينه وبين الملك الذي كان يحكم مصر آنئذ وكان يسمى العزيز، وقع بينهما حوار، وكان يوسف قد طلب المنصب، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. جميل، يوسف يرشح نفسه لمنصب وزارة مال مصر، جيد، لكن ما مؤهلاتك؟ ما سوابقك؟ يوسف عليه السلام لا سوابق له، لم يقتل أحدا ولا عذب أحدا ولا أهان أحدا ولا فعل شيئا، وإنما تاريخه نظيف. العكس من ذلك هو الذي عانى من الظلم، هو الذي عانى من القهر، هو الذي لبث في السجن بضع سنين، ولديه خبرة في تسيير أمور الاقتصاد، فلذلك طلب هذا المنصب، قال: اجعلني على خزائن الأرض، الأرض هنا مصر، إني حفيظ، الحفظ بمعنى الأمانة، إني حفيظ عليم. وما أحوج الأمة إلى هذين الوصفين في الأمانات، في كل أمانة نحتاج إلى هذين الوصفين، نحتاج إلى الحفيظ بمعنى الأمين، وإلى العليم بمعنى الخبير، أي الذي لديه علم، لديه خبرة، لديه قدرة على تسيير الأمور. فيوسف طلب هذا، لم يلب له الطلب مباشرة، وإنما وقع اختبار ذكره الله تعالى عندما قال: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال: اجعلني على خزائن الأرض. لاحظوا، كانت هنالك تزكية في الحقيقة، زكاه العزيز قبل أن يطلب المنصب. فلما كلمه بمعنى وقع بينهما حوار، اختبار شفوي، اختبار بين العزيز وبين يوسف،
في أسئلة وأجوبة، كيف تحل لنا مشاكل مصر، كيف تحل لنا مشاكل الناس، كيف في شؤون الزراعة، في شؤون التجارة، في هذه الشؤون. هذا معنى فلما كلمه، أي وقع بينهما كلام وحوار، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. هذه هي التزكية أولا، لدينا، أنت الآن تبدو مكينا وأمينا، لمح فيه الأمانة، لمح فيه التمكين والمكانة. هنالك استغلها يوسف فرصة ناجزة، فقال له، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. موسى عليه السلام بدت منه الملامح، وشهد له الناس بذلك أيضا، وزكوه في مسؤولية أخلاقية. فيأتي موسى من مصر هاربا مطرودا محكوما بالإعدام، ويدخل بلاد مدين، فإذا به يستلقي تحت ظل شجرة ويقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته ابنة من البنتين التي سقى لهما، ثم بعد في نهاية القصة تحكي لأبيها فتقول يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لاحظتم كم نحن في حاجة إلى الأمانة؟ الأمانة محتاجون إليها في كل المجالات، محتاجون إلى الأمانة في شأن الأخلاق، محتاجون إلى الأمانة في شأن السياسة والحكم، محتاجون إلى الأمانة في شأن الاقتصاد والمال. أموال الأمة المسلمة اليوم من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، هل تتخيلون لو جمعتم الأموال التي تدخل خزائن الأمة الإسلامية في عصرنا هذا، خاصة في الدول التي منحها الله تعالى منحا تحت الأرض كثيرة بالملايير، أين تدفع هذه الأموال؟ أين تصرف هذه الأموال؟ أين الخبرة في استخدام هذه الأموال؟ أين العدل في توزيع هذه الثروة على المستحقين من كل أبناء الأمة الإسلامية؟ هذا هو المشكل، مشكلة الأمة مشكلة الأمانة أيها الإخوة. لذلك قضية الأمانة مسألة أساسية، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كان يخطب بها كل خطبة ويذكر بها في كل خطاب، بتعبير أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان يذكر بها في كل موقع، وكان يعتبر ضياعها ضياعا للأمة وحفظ الأمانة حفظا للأمة، ويعتبر من يخل بالأمانة فاعلا لصنف من أصناف النفاق حتى يدعها. كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد فجر أو غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. هذه هي مصائب الأمة الآن، مصائب الأمة في هذا، في الكذب الذي ما صار محدودا، وفي الأمانات التي ضيعت، فتجعل الرجل على صندوق من الصناديق فإذا به لا يخرج إلا وقد أفرغه. أين ذهبت هذه الأموال؟ أين ضاعت هذه الصناديق؟ بل حتى في الأمة أيها الإخوة، لأننا دائما ما نتحدث عن خيانة الأمانة عند المسؤولين وأصحاب الصناديق والوزارات، لكن ماذا عنا نحن الأفراد العاديين؟ ماذا عنا عندما تجد الإنسان عنده أمانة وظيفة ولا يقوم بها حق القيام، موظف في إدارة وتجده يدخل وقت ما شاء ويخرج وقت ما شاء، أليست هذه أمانة؟ أليس هذا هدرا للثروة؟ عندما ترى الإنسان في تعليم أو في تجارة أو في أي عمل آخر وتجده يخون الأمانات، وتجده لا يصدق الناس في الحديث مع من عرفت ومع من لم تعرف، حتى مع عدوك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الرائع في التعامل مع الأعداء، فترك علي بن أبي طالب عندما هاجر إلى المدينة، تركه مكانه من أجل أن يرد الأمانات إلى أصحابها. عجيب، مع أنهم مشركون، مع أنهم معادون، مع أنهم محاربون وأخرجوه من بلده، ومع ذلك الأمانة أمانة. أبقى عليا وقال له إذا قمت في الصباح يا علي فوزع الأمانات على أصحابها قبل أن تلحق بنا إلى المدينة، فتركه من أجل توزيع. هكذا انتصرت أمتنا،
أمتنا حضارتنا لم ترتقي ولم تنتشر في أصقاع الأرض كما انتشرت في عهدها الأول بالقوة أبدا. من كان يظن أن الإسلام انتشر بالسيف فهو واهم، إنما انتشر الإسلام من الصين شرقا إلى بلادنا هذه غربا بأخلاقه وبمعاملته وبأمانته، لأن الذين كانوا ينشرون الدعوة الإسلامية كانوا نماذج رائعة جدا لتطبيق الأمانة ولإبلاغ الناس ما أنزل الله عز وجل إليهم. أسأل الله تعالى أن يرد بنا إلى دينه ردا جميلا، أسأل الله تعالى أن يحفظنا في صدقنا وفي أمانتنا، وأن يحفظنا في كل قيمنا وأخلاقنا. أقول قولي هذا أيها الإخوة وأستغفر الله لي ولكم، فادعوه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، ما زال في موضوع الأمانة جزء آخر لا يقل أهمية عما سبق في نظري لا بد من الوقوف معه وقفة أخرى، لكن أرجئه لخطبة مقبلة بحول الله تعالى، لأننا في حاجة وخاصة في هذه الأيام إلى أن نقوم سلوكاتنا، إلى أن نقوم أخلاقنا، إلى أن نحاسب أنفسنا، وأن ننظر في مدى الباطل وارزق اجتنابه. هيئ له اللهم بطانة صالحة تقود بناصية السلام. نحن المسلمين شئنا أم أبينا، إما أننا يمكن أن نرفع أكثر من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا. الله عز وجل رفع له قدره، قال ورفعنا لك ذكرك، لكننا نحن المسلمين بأخلاقنا وبحسن معاملتنا وباتباعنا لما كان عليه الصلاة والسلام يمكننا أن نزيد من تلك الرفعة، ويمكننا أن نعطي الصورة، لا أقول أن نجمل صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها جميلة أصلا لا تحتاج إلى تجميل، وإنما نحتاج إلى أن نتركها على البهاء التي كانت عليه، وأن نعطي للناس أنموذجا صحيحا على ما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فاللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم مكن للقرآن والشريعة في الأرض يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم رد بالمسلمين جميعا إلى دينك ردا جميلا، اللهم احفظنا في ديننا، اللهم احفظنا في أخلاقنا، اللهم احفظنا في قيمنا، اللهم احفظنا في شريعتنا، احفظنا في قرآننا، احفظنا في سنتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم جنب بلدنا هذا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، واجعله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين راحة للمحتاج والمسكين والغني والفقير وللجميع برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في بلاد الشام، اللهم ارفع الظلم عنهم، اللهم ارفع القهر عنهم، اللهم نسألك أن تعيد لهم أمنهم واستقرارهم، وأن ترينا عجائب قدرتك في الظالمين والطغاة وفي كل المستكبرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين في كل مكان، اللهم وحد صفوف المسلمين في مصر وفي تونس وفي كل بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اختر للمسلمين جميعا الخير حيث كان وردهم به، اللهم اختر للمسلمين جميعا الخير حيث كان وردهم به برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين،
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم قض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم أد الدين على المدينين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفق اللهم أمير المؤمنين محمدا السادس لما تحبه وترضاه، أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره اللهم الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وهيئ له اللهم بطانة صالحة تقود بناصيته وتعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.